تصبح عليك يا هشام، صباح مصري وصباح مصري على كل سادة المشاهدين. احنا النهاردة في الرسالة شبه اليومية من داخل الجناح السعودي بمعرض القاهرة الدولي رقم 49. الحقيقة احنا اول ما دخلنا جذبنا كده ركن خاص داخل الجناح، وهو الركن الخاص بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين والمسجد النبوي. هنا بيتم تطريز جزء من الكعبة المشرفة. في الحقيقة هو جزء هام جدا داخل الجناح السعودي، ويمكن بيجتذب عدد كبير جدا من الزوار اللي بيتوافدوا بشكل مستمر على الجناح السعودي بمعرض الكتاب. مش بس هذا الركن بيحوي الجزء الخاص بتطريز جزء من الكعبة المشرفة أو كسوة الكعبة المشرفة، ولكن أيضا هناك بعض الكتب النادرة أو اللي هي بتنسخ من الأصل متواجدة هنا داخل هذا الركن. المصحف العثماني الذي كتب في عهد سيدنا عثمان بن عفان. كل هذه المعلومات سنتعرف بقى على مزيد والكثير من المعلومات مع الأستاذ أحمد مساعد السويهري، وهو المشرف على الجناح الخاص بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين والمسجد النبوي. أهلا بحضرتك معنا. أهلا أستاذ. خلينا بقى نتعرف بشكل عام محتويات هذا الركن الهام داخل الجناح السعودي. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله عز وجل أن مكننا من تواجدنا في المعرض خاص بالملحقية السعودية، وحرصت الرئاسة العامة على رأسها مقام معالي الرئيس العام الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس على تواجد في المحافل الدولية، ولا سيما جمهورية مصر العربية معرض الكتاب، تواجد الثقافة. نستعرض يعني خلينا سريعا بقى نستعرض. انا شايف مجموعه من الصور هنا وفي مخطوطات قديمه، كلمنا عنها بشكل مفصل. التواجد عندنا في نسخه طبق الاصل من المصحف العثماني، كتب في عهد عثمان رضي الله عنه، ومتواجده الان معنا. وبخصوص المخطوطات، توجد عندنا اقدم مخطوطه اللي هو خط المسلمين قبل 1000 سنه، وهي الفوائد البزار الغيلانيات، نقل أجزاء الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام الشافعي المتوفى سنة 354 هجري. طبعا الجمهور بيشوف تطريز الكعبة لايف مباشرة، بيقدر يشوف ويتابع. قول لي بقى، يعني التطريز الكعبة، تطريز الكسوة، هل المحتويات بتاعتها بيتم التطريز من ايه بالظبط، ونوعية القماش المستخدم؟ هو القماش الحرير، الخيوط حرير، تأتي من إيطاليا خاصة. وبالنسبة للذهب والفضة فهي تأتي من ألمانيا، فمطلية ذهب ونفس الفضة. ولكن الجزء ده فعلا هيتم تجميعه مع باقي الكسوة، وهيتم إن شاء الله تعليقها في موسم الحج المقبل بإذن الله. إن شاء الله، وإن شاء الله بحول الله في يوم عرفة يتم استبدال الكسوة بكسوة الحديثة من كل عام. استاذ احمد، انا شايف مهاره في التطريز، يعني العامل قاعد ما شاء الله في مهاره، هل العامل بيكون ليه مواصفات معينه علشان يبدا يشتغل على الجزء اللي طبعا المكلف، يعني حرير من ايطاليا، اجزاء من الكعبه برضو زي السلوك اللي هي مكونه من الذهب تقريبا او كده، ايه مواصفات العامل بقى اللي بيشتغل على هذا الامر؟ بالنسبه عدد الموظفين بمصنع الكسوة 220 موظف، منهم 45 صناع، والصناع يختارون تحت اختيار معين، وحرص الرئاسة من يعمل داخل المصنع يكون ذا خبرة، ونفس الطريقة يكون تحت إشراف تدريب، يعني موضوع دراسة، وأيضا بيكون نوع من الخبرة اللي هي متوارثة من الآباء أو كده، خريج الثانوية الصناعية والمعاهد المهني، ويتم تدريبهم 9 أشهر قبل البدء في العمل. كويس جدا. أنا شايف برضو بعض الصور النادرة لمقتنيات الكعبة من الداخل، في موجود السلم الخاص بالكعبة، مفتاح الكعبة، كلمنا أكتر عن هذه الصور. الصور هذه من معرض الحرمين بجوار مصنع كسوة الكعبة، فهو معرض يهتم باستقبال زوار
المملكة والحرمين بصفة مفتوحة، يعني فتعرض فيها الصور القديمة لما بالحرم، مفتاح الكعبة، مرزاب الكعبة، البير، صور لل طبعا مقتنيات نادرة جدا. بشكرك يا استاذ احمد، ولكن هشام خليني قبل ما انهي هذا اللقاء انا عايز اقول شرف ان انا اشارك في هذا التطريز الحي المباشر لكسوة الكعبة، هتوجه ليه. انا السنة اللي فاتت تقريبا برضو عملت نفس الامر، هنكرر في البداية بس اتعرف بحضرتك. معاك عاطف يونس بكر هوساوي من مكة. اشكرك جدا استاذ عاطف، انا يا ريت نقول شرف ان احنا نمرر السلك الذهبي اللي بيكون كلمه مكتوب فيها جزء من الدعاء او من الايات القرانيه، صح؟ يا حي يا قيوم. انا هشارك يا جماعه هو حاليا مباشره، وان شاء الله باذن الله كل سنه اشارك برضو عشان انول شرف الموضوع.